السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، ها أنتم ترون هذه البشريات. يعني أنا الآن بكرم الله عز وجل في مطلع الشمس، ينزل الآن مطر من السماء، ويعني سبحان الله ده رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. المطر ماء مبارك، المطر به خيرات، المطر ماء طهور من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يطهرنا وإياكم بهذا المطر وبهذا الماء الذي نزل حديثا من السماء. وهذا المشهد الذي نراه أمام أعيننا في ليلة 29، والله أعلم، من أعظم الأدلة والجمال على أن هذه هي ليلة القدر. مشهد يزيد القلب إيمانا بالله وحبا لله وثقة في الله سبحانه وتعالى. وإن وشدة وينظر إليها الإنسان بعينه تماما ولا تضره شيء بإذن الله تبارك وتعالى. فندعو الله عز وجل في هذه اللحظات، وهي لحظات بشريات ولحظات فرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذه الشمس سبحان الله الآن تدل، والله أعلم، بأن هذه الليلة هي ليلة القدر. الشمس أنتم ترونها بأعينكم بفضل الله عز وجل، ليس لها يعني أي حرارة ولا أي سبحان الله ضوء، طلعة بدون أي ضوء، والجميع يراها الآن. وهذه الشمس يعني آية من آيات الله وجند من جنود الله. وهذه الشمس تسجد لله عز وجل في كل يوم، تسجد تحت عرش الرحمن وتستأذن الملك تبارك وتعالى في الطلوع من مشرقها كما نراها الآن، فيأذن الله لها. ولكن في يوم من الأيام إخواني وأخواتي تستأذن ربها عز وجل فلا يأذن لها، ثم يقول عز وجل ارجعي طالعة من مغربك، ارجعي طالعة من مغربك. الله أكبر. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. طبعا الحمد لله، أسأل الله لنا القبول، أسأل الله أن يجعلنا من الفائزين في هذه الليلة، ليلة 27 رمضان. يا ريت تخليكم معايا وتشوفوا الشمس بفضل الله سبحانه وتعالى. أدي الزوم أهو، الشمس بفضل الله طلعة لا شعاع لها، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني هذه علامة عظيمة جدا جدا. والعلامة السابقة في الليلة الماضية، الليلة كانت لا باردة ولا حارة، ووالله ثم والله وأنا أصلي التراويح والتهجد وكأن عرس يملأ المسجد بالملائكة، وكأني أشعر بأن جبريل عليه السلام يطوف حول المسجد ويدخل المسجد. فنقول اللهم اجعلنا من الفائزين في هذه الليلة، اللهم اجعلنا من الفائزين في هذه الليلة. بفضل الله سبحانه وتعالى الشمس لا شعاع لها قط، بفضل الله طلعة بيضاء نقية بكرم الله سبحانه وتعالى. فيعني لا أملك الآن إلا أن أقول اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، واجعل مآلنا إلى جنانك. خلي بالكم يا جماعة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنيئا لك أيها الفائز، هنيئا لك يا من اجتهدت في هذه الليلة المرجوة الطيبة المباركة. ألم أقل لكم في الفيديوهات السابقة قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرك كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فهذه الخيرات والبركات أسأل الله، الله أسأل أن يجعل لنا من ليلة القدر أوفر الحظ والنصيب، اللهم اجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب. والله أشعر بالسعادة، والله أشعر بالفرح. هذه هي الشمس، يا ريت يعني أنا أبارك وأهني كل من اجتهد في الليلة الماضية وأقول له مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الحمد لله الذي أكرمنا بإدراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني وأخواتي، أسأل الله أن يتقبل منكم الصيام والقيام وتلاوة الكتاب العزيز. اللهم آمين آمين آمين. دائما تحري هذه الليلة يشرح صدر المجتهدين ويزرع الأمل بمغفرة رب العالمين سبحانه وتعالى. فما شاء الله لا قوة إلا بالله، مطر يسير يهطل علينا الآن فيحيي بفضل سبحانه وتعالى القلوب ويأتي بالبشارة العظمى بأن هذه هي الليلة المرجوة. وربما يعني الله سبحانه وتعالى أخر لنا هذه الليلة حتى يرى المجتهدين من الذين ينامون طوال الليل، مشهد يعني في غاية الروعة. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. السلام عليكم إخوان وأخوات. والله خبر سعيد في آخر الفيديو، انتظروه. العشر الأواخر من رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يعني ما هوش الإنسان يبقى مقصر في العبادات على مستوى الأيام والليالي العشر وبعدين آجي أنظر هل الشمس لها ضوء أم ليس لها ضوء، هل كانت ليلة القدر أم ما كانتش ليلة القدر. الذي يهمنا أن نجتهد في الطاعة وفي العبادة هي للشمس. وانتوا بقى اللي هتقولوا في التعليقات هل هي دي شمس ليلة القدر ولا كانت ليلة القدر 21 ولا 23 ولا ليلة 25 ولا يا ترى. لسه هنجتهد في الليلتين، لسه 28 و29. أسأل الله أن يرد عنا وإياكم. ما تنسوش في التعليقات انتوا اللي تقدروا تقولوا إن شاء الله. السلام عليكم.